مساء الخير. رح نبقى سوا دايما لنزرع الأمل، رح نبقى سوا دايما لنتخطى الصعوبات ببلد عايش بمراحل أو مرق بمراحل صعبة كتير ورجع أكيد عام وشعبه وقف بعنفوان ووطنية. أكيد مثل كل ليلة بهالوقت منطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج رح نبقى سوا، وعادة تبقى السياسة الأولوية، المشاكل خضم على طاولتنا بكل ليلة، ولكن أكيد بليلة سبت بدنا نزرع الأمل بكل المواطنين واللبنانيين اللي حابين يتابعوا معنا هالحلقة الاستثنائية. ليش؟ لأنه استثنائية بضيفة اللي رح يكون معنا طيلة هيدي الحلقة حوالي ساعة من الوقت لنضوي على أمور حلوة وسط بشاعة القصص اللي عم بتصير إن كان ببلدنا أو بالعالم أجمع، من أزمة صحية نتيجة كورونا إلى أزمة مالية نتيجة تراكم الأمور السيئة بالسياسات المتبعة على سنوات إلى أزمة سياسية بانتظار الحكومة العتيدة. وبيبقى الأمل مثل ما قلنا بجمالية الأمور، فكيف إذا كان ضيفنا الموسيقار أو المايسترو والموسيقي والفنان الغني عن التعريف واللي خلال هالحلقة أكيد رح نال أعجابكم المايسترو إحسان المنذر. مساء الخير واهلا وسهلا فيك. صراحه انا ما كتبت ولا كلمه، طلعوا مني هلا هيك بكل عفويه، ويمكن مشان هيك كان في تلعثم ببعض الكلمات، ولكن عن جد من القلب، لانه من فتره وعدتني بحلقه واخيرا حبينا هيك نلتقي، ولو ظروف كورونا منعت شوي هيك اللقاءات بالفتره الاخيره، ولكن اعمالك بعدها مكفايه وحابين نضوي عليها. الله يخليك يا رب، نحن بنتشرف كمان نكون هون بهالقعده الحلوه معك بهالمحطه الجميله. شكرا لحضورك، شو رايك نبلش هيك بنفحه امل من خلال معزوفه الى ساره؟ ولفتني انه اليوم تحديدا على صفحتك على فيسبوك نشرتها وقلت هيك بتشيل الهم عن القلب، فينا نقول نسمع سوا بيروق الواحد حديث. من روق حلقة بتهدي بوسط الظروف اللي عم نعيشها إلى سارة. لحن رائع وعزف أروع من فنان كبير كمان، من جهاد عقل. جهاد عقل يعني منحبه كتير وعزفه الرائع جدا. شو قصة هذه المعزوفة؟ الحقيقة هي سارة اسم بنتي اللي عايشة بإيطاليا مع أمها. الله يوفقها. وهي المعزوفة أنا من 12 سنة تقريباً عملها. كانت سارة
عم تقدم على امتحانات ومتضايقة، فكانت تلفني تقول لي بابا أنا عم بدرس عم بتعب كثير، وأنا أعطيها نفحة تشجيع وأمل إنه ولا يهمك بكرة تتخرجي وبتنبسطي بشهادتك وهيك، يعني أعطيتها مثل بوش أب بيسموه معنويات. الحقيقة إنه هي هلأ رئيسة قسم تمريض، درست تمريض، وهلأ هي بتفوت مع الدكتور بإيطاليا العمليات بإيطاليا بظل الظروف اللي عم بتعيشها إيطاليا نتيجة جائحة كورونا. طمنا لا الحمد لله من دارين هي وخيا وإختها دائما بتطمن عنهم. وأنا من شي 3 سنين قبل هالكورونا أخذت مرتي كارول وفي رأس وآية أولادي منها، أخذتهم على إيطاليا على ميلانو واجتمعنا هونيك مع أولادي اللي بإيطاليا وصرنا نظهر سوا ونروح سوا، وهلا هن كثير أصحاب وبيراسلوا بعضهم العائلتين. فالحمد لله المحبة يعني ما بتحد بلدان ولا بتحد حدود. الحمد لله بعدني بطمن عنهم وبيطمنوا وبيسألوا عني، وهيدي كل شغلة إلى سبب. هيدي بالحياة الشخصية والمراحل اللي مرقت فيها. طمنا عنك، اطلالاتك قليلة ومشان هيك أنا بتشرف أنك عم بتطل ليلي بهذه الحلقة. أحسان المنذر الإبداع على مر سنوات، اليوم كمان عنده إبداعات ومتابع حتى بظل أنه نحن عايشين ركود إذا فينا نقول أو هدوء فني إذا أصح الكلام نتيجة كل القصص اللي عم نمرق فيها. أنا ما بتوقف عن العطاء أبدا. عندي استوديو الحمد لله ماشي، وعلى طول بستقبل ناس أحبابي منهم وليد توفيق كان قبل كمان يتردد كثير، أمير يزبك، غسان خليل، معين شريف، فدائما يعني على تواصل. أصوات رائعة. بس القصة إنه أنا مش بخضم الأغاني يلي هلأ دارجة ويلي فيها إيقاعات ويلي منا جوي، محافظ على نمط ومدرسة تربينا عليها بالنهاية. هذا اللحن الحمد لله إنه يلي بهمه ياخذ شيء من إحسان المنذر بيعرف أنا شو بعطي وين أنا. ومنهم مريم عطلة لما إجت زارتني بالاستوديو قالت لي سمعني، قلت لها بدي سمعك شغلة تشبه الطرب القديم. فشيء إنه سمعتها قالت لي هي يعني هاي اللي أنا عم دور عليه، لأنه بدي أطلع من الروتين اللي دارج هالأيام. والحمد لله المشاهدة كانت لها الأغنية فوق 3 ملايين صحيح مشاهدة بشهرين قصيرة، خاصة أنه هلأ صار المعتمد نشوف قد ايش جابت على يوتيوب مشاهدات ولا أو على أي منصة. كله هيك عم يقيس، لأنه هيدا صار غير قصة كم كاسات مباع من قبل، يعني قبل هيك كان صح. هلأ مين ما حدا عم يبيع كاسات، هلأ كله صار سيدي أونلاين والمشاهدات وكل هالأمور. نفس الشيء بالنهاية المردود المالي بيكون بهيدي الطريقة. خلينا نتابع هذا العمل لميريام ونرجع. هيدا رح نرجع نحكي عنه. نسمع ميريام عطلة ونتابع. ميريام الأغنية العنوانها هي كل ساعة ويوم. كل ساعة ويوم. كل ساعة أنا كل ساعة ويوم. هي بالمصري كلماتي وألحاني. يعني عمل متكامل من الألف للياء إذا فينا نقول كأغنية، وقلت لي باللون الطربي. وميريام أكيد اشتغلت بأكثر من يعني مجال. هي خاضت مجال صحيح.
وغنت لوردة وهيك يعني عندها الجو هيدا اللي فيه. وتسجلت كاملة بالاستوديو عندك صح؟ ايه طبعا سجلت كاملة عندي، بس رجعوا لظروف عملوا الماسترينج عند هادي شرارة وهادي صديقي وحبيبي، ما كنت مانع انا يعني، هن معودين انه يشتغلوا يعني. وما عندك مشكل يعني التعاون هيك؟ لا 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 ما عندي مشكل اصلا، هلا استديوهات كلها تتعاون مع بعضها، حتى بالايميل وليد توفيق بحط صوته عندي بيكون مسجل غنية بمصر بيبعت لك اياها، بيبعت صوته على الغنية بحطوا له صوت. فهي التقنيات تغيرت اصلا وتطورت 100%، كله صار عن بعد وبالمراسلة. تكيفت مع التقنيات الاونلاين وكل انا ولو يعني جيلي مش هيدا، ولكن انا حشور موزع على الكمبيوتر، عندي اخر البروجرامات اللي موجوده اللي بيستعملوها الكل موجوده عندي. فانا واكبت الظروف التطورات اللي صارت بالتوزيع. هلا من 40 سنه لما عملنا اول اغاني لراغب ولماجده كان كل هالاشياء التوزيعات دقة أنا يعني أعمل خلفيات هيك. هلأ الخلفيات موجودة بكبس الزر، صارت قصص أسرع، صار إيه اللي كنا نتعذب فيها أحلى. صاروا يعملوها حاضرة. جربت الاثنين أي أحلى. طلعت أنا قول إنه صار في لسهولة التوزيع بكل بناية موزع وبكل شارع استوديو. مزبوط. لانه كثره صار يمكن الشخص ذاته بيعمل هو قاعد، صار مين مكان بيجي بيحط اورج ولحاله بدق يعني. وكمان ما بدنا يعني كثير نقول في موهوبين، انا ما عم هاجم،
اصلا بطبيعتك ما بتهاجم وبتعطي هيك المواهب. بس عم اقول لك انه لدرجه انه في اورنج بدق لحاله حتى والناس بترقص عليه، حتى لو اجى تليفون الاورنجينز بيروح بيرد على التليفون وبيرجع العلامة عم ترقص بتسجل النغمه. بس هيدا الشيء يعني ما غير أصالة الفن وقيمة الفن. هلا شوفي هالغنية مثلا رح يقولوا اولد فاشن، انا عاملها هاي من 15 سنة، ولكن ان وجد سميع لها معناته في ناس بتحب ناطرة بتحب اذا جبتي لها شيء جديد بيرحبوا فيه. وهيدا الشيء بناقض مقولة الجمهور عاوز كده. لا يعني ما هو في دايما جيل بثور على الجيل اللي قبله، بده يعمل شيء مختلف نقيضه شيء جديد. فهيدا ما بيمحي القديم، والا ما كان عندنا بيتهوفن شوبان موزارت كنا نسيناهم كبيناهم لانه صار لهم 400 سنة. ليه بقيوا؟ الشيء الجيد يبقى. والشيء يلي هلا استهلاك يومي اذا ما ضاين اكثر من 3 اشهر يعني الناس تنسى. يعني في شيء لكل يوم وفي شيء بضاين على دائما استهلاك يومي هيك في شيء تجاري وشيء اصيل. التجاري هو بتنتهي صلاحيته، مثل العلب المعلبه إلى صلاحيه. الشيء الاصيل ما بتنتهي صلاحيته ابدا. اغاني عبد الوهاب من كل سوق صحيح لليوم بنرد، عبد الحليم بتلاقيهم دائما بيستعيدوا وبتتجدد. يعني بنحس في فنانين اليوم بجددوا اغاني قديمه بوزعوها بطريقه عصريه، بتشجع هيدي الامور. ما ليه طالما انت لمسه وفاء هيدي للي سبقوا قدميه للي معجبه انت فيهم، ليش لا؟ اليوم مين بتحس هيك على الساحه من الشباب الفنانين يعني بيقدر يعطي لحن بطريقة جديدة ولكن محافظ على الأمور اللي تربينا عليها، أصالة الفن وأصولها؟ يعني دايما في قواعد فنية ما ممكن نتخطاها. في بعدنا محافظين على ولا لازم نرجع هيك؟ لا في ناس عندهم جمل موسيقية حلوة، مثل أنا مثلا بقول مروان خوري معطاء بالكلمة وباللحن. ولو اني يعني بنسى انه هو بيغني، يعني ما بيهمني اذا هو مطرب مروان ولا لا، بس عم بحكي انا كملحن كجملة موسيقية بيشتغل على موسيقية. في مثلا عندك سليم سلامة، هشام بولوس، لبنان رح يرجع، بتلاقيها دائما الاغاني اللي تردد دائما وبيبقى مر عليها 5 سنين و6 سنين وبعدها. يعني هو من جيل ملحنين جديد. هلا غير هيك في شباب اكيد بعد. بتشجعون يعني بيطلبوا مشوره بتساعدهم ام هلا لا انت عم تدوري على لا ما بيطلبوا، لانه اليوم مش هودي عم بحكي عنهم. اليوم اللي تطلع صورته على الحيط او بالاعلام خلاص صارت لعبه، شو بده بعد الوهاب لعبه شهره اكثر من بيقول لك هلا انا المهم مروان خوري لما كان عنده برنامج الحقيقه عمل لمسه وفاء لإلي، صحيح استضافني بحلقه صحيح. انا وصلاح الشرنوبي ونور الملاح، وعطانا هيك نفحه انه نحن بالثمانينات اعطينا الفن يعني في منهم عندهم وفاء، في منهم بينسوا وما بيعودوا يعني مش يحترموا، ما بيعودوا يعترفوا باللي قبلهم. انا بفتخر بشغلي، من صغري انا ربيت على اغاني فيروز الله يطول بعمره. الله يطول كان بعمره. عيدة من كم يوم. والأخوين رحباني وألحانهم، فكانوا هاو بالنسبة إلي ملهم. مرة بعد ما أنا معروف وكل شيء، الله يرحمه منصور كان جاي على
انتخابات تبع الفنانين والملحنين وكذا، شفته جاي وهيك كان اسامه هيك عم يسنده وغني، غرت عليه وبست له ايده. لما رجعت في ناس قالوا لي ولو انت احسان المنذر عامل كذا وكذا، قلت لهم اذا هذا استاذي، فانا ما بستحي، انا بقول انه ما في واحد مطرب مغني مغنية بيخلق من العدم الا ما هو سند على مطرب معجب فيه قلده بعدين يمكن خلق خطه، ولكن ما حدا خلق من لا شيء. صحيح. فلذلك نحن لازم دائما نعترف باللي سبقونا، هاي اهم شيء، ونمتثل بالامور الحلوه اللي تركوا لنا اياها، وهذا الشيء بخلينا نندفع بالمستقبل. يعني الاعمال اللي عملتها حصدت جوائز كثيره، ويمكن اغنيه كلمات حلقت للسيده ماجده الرومي، خبرنا عن غنية كلمات اتلحنت بال 89 90 بأواخر الأيام الحرب. إيه. فينا نقول تنذكر وما تنعاد. وقتها محطة ال بي سي عملت مسابقة أو استفتاء إنه ما هي الأغنية العربية التي فازت آخر 10 سنوات، وطلعت بالنهايه كلمات هي الاولى. هاي بعتبره انا يعني تكريم من الجمهور، لانه الجمهور صوت. الغنيه الحقيقه عبرت فيها عن كل مخزون بالمواقف المختلفه بالغنيه، لانه هي مدتها 10 دقائق. صح. وهي بتبتدي شيء وبالنص بتتغير حسب المواقف اللي عم يقولها الكلام. هن 9 أبيات فقط أخذنا من القصيدة من نزار الله يرحمه. الغنية الحمد لله وصلتني على دار الأوبرا بمصر بال 2007، عملوا لي سهرة كاملة لإلي وغنوا لي كلمات وغنوا لي كل ألحاني، ما حدا بيعبي. فهي عملت لي آفاق يعني الحمد لله، والمشاهدات على اليوتيوب هلا كنا عم نحكي انه عن تحولت. يس. صحيح. فالحمد لله مواكب هذا الموضوع حتى بأعمالك الجديدة، وحتى مواكب على مواقع التواصل، علاقتك بالتطور على مواقع التواصل جيدة وتتفاعل. يعني بيقولوا لي انه انا نشيط، بس نشيط لا جدا. انا بتسلى يعني ليكي. لنقول انه الانسان بالاول كانوا يقولوا انه الصديق وقت الضيق والصداقه والما بعرف شو، هيدي كلها هلا الى غير مفهوم. الصداقه على الفيسبوك افتراضي وعلى تويتر هي علاقات اجتماعيه، هي ود بين الانسان وخيو الانسان. مش ضروري انا يعني هالصديق هيدا يلي موجود على صفحتي انه انا اظهر اشرب واتعشى انا وياه، لا، ممكن نكون اصدقاء لانه شاءت ظروف التطور الاجتماعي انه يكون في ميديا، يكون في واي فاي، ان شاء الله يكون قوي الواي فاي بكل العالم الا بلبنان. وتواصل اجتماعي بيعتبر واحد انه خارج عائلته الموجوده وخارج جيرانه انه في ناس بيقول لهم بونجور. صحيح. على الواتساب او على الفيسبوك فيها التواصل بكل العالم. كثير حلو. يعني صارت الكره الارضيه عالم واحد من خلال هال. وانا في ناس كثير على فكره من وراء الفيسبوك والماسنجر وهيك اجوا لعندي على السنه وعملوا اغاني. من وراء التواصل الافتراضي. من وراء التواصل. رح نرتاح شوي، ولكن بعد الفاصل بدنا نحكي. اليوم نحن 28 تشرين الثاني 2020، من 6 سنين مثل اليوم بال 2014 رحل عنا الشاعر الكبير
سعيد عقل، ورح نحكي أكيد عن هذا الشاعر الكبير طبعاً. وكان لك بحياته مشاركة باحتفال تكريمي له، رح نحكي صح. عنه. رح نحكي عن كورونا ودور الفنانين بالتوعية، خاصة أنه وطننا وكل العالم عم بيعاني من هذه الجائحة. وأيضا رح نتطرق للأمور الوطنية بالسياسة إذا بدك، لأنه بالنهاية نحن مواطنين وعايشين بهذا الوطن، وبعتقد لك آراء جدا مهمة بهذه المواضيع. فاصل مشاهدينا، لكن خليكم معنا متابعين هذه الحلقة الاستثنائية والمميزة من رح نبقى سوا دايما مع ضيف المايسترو أحسان المنذر. عودة لمتابعة هذه الحلقة من رح نبقى سوا ودايما مع ضيف المايسترو أحسان المنذر. مساء الخير من جديد. من حيث انتهينا قبل الفاصل رح نحكي مثل ما احنا على فكرة كل يوم نتصبح هلا عم نتمسى وهيك تناسوا. شكرا لمتابعتك، وبعرف يعني آرائك بتعبر عن الأجندة. كل يوم نحضرها. ميرسي ميرسي أستاذ. سعيد عقل خسرني من 6 سنين بمثل هالنهار من 2014. بال 2011 يعني قبل 3 سنين كان في تكريم لسعيد عقل وإزاحة الستار عن مجسم له بزحلة، وهي مدينته وفينا نقول زحلن لبنان ولبنان العالم. سعيد عقل مثل ما نشوف بهيك عنا كم لقطة للشاعر الكبير، وأيضا عند إزاحة الستار عن تمثاله بزحلة. خبرنا عن هيدا النهار وعلاقتك بهذا الشاعر الكبير. الحقيقة هو همزة تواصل. أنا بتمنى شوفه لسعيد عقل، لأنه مين مش معجب وما أبهره كلام سعيد عقل. ولكن هنريز غيب الله يوجه له الخير ويطول بعمره، هو كان اللولب هاللقاء هيدا. قال لي بدنا نعمل احتفال وبدني اياك اغاني فيروز اللي عمل لي اياهم ردني الى بلادي وكذا شغله نغنيهم. فما لقينا غير صديقتنا وحبيبتنا وبنتنا كارول عون، وهي شاطره بتغني صح وصوتها كثير حلو بالترانيم خاصه. فرتبنا بروجرام وطلعنا انا وياها على البيانو وهي، وقلنا الاغاني وبحضوره كان مبسوط. طبعا هو اخر ايامه شوي ما كان يعني يركز كثير، ولكن لما سمع الاغاني اللي هو كاتبها كثير طلع فينا وصار يتابعنا. كان عمره 100 سنه بكل وعي. ايه كان بمئويه. ايه كان 100 سنه على الاقل. مظبوط. فسبحان الله لما خلصنا مرقت انا قلت سلم عليه، قام في كرسي حده مسكني هيك على الزحليب قال لي عود. فقعدت حده وتصورت. الحقيقه دورت كثير لالاقي الصوره منها هلا موجوده معي، بس وقتها حطيتها على الفيسبوك. ما حكينا كثير، ولكن انا شعرت بفخر انه قعدت حد هذا الكبير. شيء صرح تاريخي سعيد عقل، منه يعني كلمه تنقال. لما كان منصور وعاصي الله يرحمهم يعملوا اي عمل سواء هو كتبه او ما كتبه كانوا يسمعوه اياه وياخذوا رايه. فعظمة يعني عظمة على عظمة. أول صوت إذاعي هو من افتتح إذاعة الشرق الأدنى واللي صارت إذاعة لبنان اليوم كمان. إذا فينا نقول أول تاريخ. من سمع يعني سمع هذا الصوت عبر أثير أول إذاعة بالشرق، فهذا الشيء كمان وتاريخ والكلمة اللي نقلها اللبنانية، ولبنان كان دايما بقلبه وزحلة تحديدا مدينته اللي أحبها كتير. في شيء بدي أقول لك يا نتالي، سعيد عقل قال لهم مثل ما عملوا الأتراك كانوا يكتبوا بالعربي بالحرف العربي، قال لهم ليش ما بنكتب بالحرف الأجنبي؟ هلا أنا بشوف على الواتساب كثير ناس
عم حرف الاجنبي بس لهج لهجه يعني لفظ عربي لفظ عربي يعني الشيء اللي هو من 40 سنه قالوا هلا عم الشباب عم يعني فينا نقول هيدي لغه الانترنت لغه سعيد عقل اي طبعا لازم هيك ما فينا نقولها غير هيك مش هيك اصلا اللهجه اللبنانيه في اجمل منها واللغه اللبنانيه هو كان يسميها ما كان يقبل لهجه هي لغه لبنانيه وكان بس نحن لقلك شغله نحن الشعب اللبناني يمكن الشعب الوحيد بالعالم يلي بيحكي لغات غيره يعني نحن بنتعلم نحن وصغار فرنسي انجليزي هاو مفروغ منهم الى جانب العربي فمنشان هيك اللبناني بيقولوا لك سافر ونجح نجح لانه بيملك لغه بيملك لغات واليوم العالم لغه العالم حكي تواصل فانا ما بلاقيها انه لما سعيد عقل قاموا عليه وقتها الكتاب العرب صحيح انه ولو بدك تمحي لنا اللغه والحرف العربي ما راح نمحيه نحن بعدنا بنقرا عربي وبنكتب عربي وبنتعلم عربي ولكن كانت عنده فكره انه لنتقرب من العالم الغربي نستعمل هالطريقه وبالنهايه لبنان همزه تواصل بين بين اثنين فمش غلط الحضاره اللي نشرها وصلنا لليوم ومتاكدين صح. انه ترك لنا ارث ثقافي كثير كبير اكيد نفسه مرتاح ومطرح ما هو بعد ست سنين من غيابه بيبقى موجود فينا وبوجداننا اذا بدي هيك قول جمله مثلا هيك اثرت فيك لسعيد عقل غير يعني زحلنة لبنان ولبننة العالم وهيدا الوجدان الموجود لبنان هي الاساس عنده يعني يمكن لقاءاتك قليله يمكن هيدا اللقاء الاكثر شيء كان قريب بسنه 2011 بمئويه سعيد عقل بهالعمر وكان حاضر ذهنيا بشكل كثير كبير صحيح؟ انا الحقيقه كثير بحب لبنان ولذلك مرقنا بظروف وانا معي الجنسيه الايطاليه ولا مره فكرت انه عيش برا مع انه قادر عيش برا امتى ما بدي وبتملك اللغه كمان ما انه عم نحكي على اللغه واللغات ايه صح في كلمه غنتها فيروز لإله كل ما سافر بتذكرها ردني الى بلادي بقول ما في مثل لبنان انه انا هلا ورحت على نيويورك وقعدت فيها وما خليت بلد ولكن دائما بتذكر انه شو ما عملت وين ما سافرت ردني الى بلادي خلص هيدي هي هيدي مملكتي فسعيد عقل معلم فينا معلم بكل انسان لبناني بحب وطنه وهو كان هيك قد ايه بحاجة اليوم نحن هالوطنية اللي جسدها سعيد عقل بدور الظروف اللي عم نعيشها صح. عم تقول لي ردني الى بلادي بوقت كتار عم بفكروا يتركوا بلادهم من هالبلد كيف تقيم الوضع؟ ان شاء الله انه مثل الكورونا الحياة الاقتصادية اللي عم نمر بصعوبتها ان شاء الله يلاقوا لها اللقاح يعني يمكن تزول هاي مع هاي ان شاء الله يعني على اول سنه جديده بما انك حكيت عن كورونا لك دور بالتوعيه وحبيت تعمل هيك فيديو توعوي من كلماتك والحانك وتركيبه الفيديو كله من صنعك وغناء كارولا لكن بدي اقول لك شغله انا بقول يمكن نحن بحاجه للايمان لنتذكر انه الله عم يورجينا بالكورونا انه يا انسان انت عم تتكبر صار معك مصاري صرت تدفش في ميكروب لا تراه العين المجرده عم يقضي عليك فيمكن عم يقول هاي رساله انه تذكر ربك هلا رح يلاقوا له دواء ورح يلاقوا له لقاح ولكن بعد ما نكون تعلمنا درس فأنا قلت كل هالمرض وهدد العالم صوبني إيديك بروح يعني تهزميه بالصابونة بالنظافة فقلت أنا إنه خلي الكمامة حارس يحمينا
وصلي نبعد شر الكورونا. كل المصايب بتنزل وبتمرق بتظل الصحة أحلى ما يكون. كورونا يا كورونا يلا فلي من هنا. نحن أقوى من شر بنمحيه بالصابونة. في أحلى من هالكلام. على الدلعونة يعني. ما هيك؟ نسمع شو رأيك؟ نسمع سوا. إن شاء الله نرجع نشوف الأولاد والطلاب رجعوا على مقاعدهم الدراسية إن كان بالمدارس أم بالجامعات، لأنه كمان حفظاً للحقوق. هاي الصور خي قدم لي إياها، خي عايش من الدنمارك، فهو حط لي هاي الصور على البرهان. هو اللي حط لي صور على الموسيقى. أكيد يعطيكم ألف عافية. هالتكامل وحلوة، لو أنه يعني فيديو توعوي قصير بس وصل رسالة مهمة بثلاث ركائز ننتبه عليها، بنحمي حالنا وبنحمي الكل وبنرجع لحياتنا الطبيعية، لأنه قد ايه صرنا مشلول بلدنا يعني. إذا فينا نقول فعلا نحن إذا بنتوقع فعلا ومرقنا بهالمرحلة، لما استهترنا قامت الكورونا تغلبت أكثر، بس لو ضلينا مثل قبل ما تجي هالطيارات ويصير يعملوا أعراس ويجتمعوا يعني هاي هي اللي أخرتنا شوي. فكرناها خلصت القصة، طلعت لا كابتة ورجعت شفنا الأرقام عالية. بهالفترة التزمت بكل إرشادات ولزمت البيت، كيف كنت تقضي وقتك؟ يعني عن جد صعب واحد يكون ملزوم بشيء غير ما يكون هو اخذ خيار انه يكون يعني قاعد بالبيت، ام ما بعرف كنت تتنقل تروح على الاستوديو؟ بنزل على الاستوديو ولكن بحرص شديد، وعندي كلور وعندي كل شيء، كل الامور التعقيم، ومين ما بيجي بيتعقم وبيصوب ايديه، انه ما قطعت الحياه الاجتماعيه والعمل ظلوا ماشي ولكن بحذر. طيب يعني هيدا الشيء اذا انسحب على كل الناس تصرفوا واشتغلوا وعيشوا بحذر، ما بحتم انه ما نقفل البلد؟ يعني كمان هلا نحن يمكن بكره اخر يوم، ما بعرف بكره في اجتماع لياخذوا القرار اذا نرجع نفتح البلد التنين او لا. رايك بالاجراءات اللي اتخذت؟ بعيدا عن السياسي مثل ما بدك، بدك تحكي سياسي فينا نحكي سياسي. لا انا رح اقول لك برايك كمواطن. انا كمواطن بقول يصير في يعني نص على نص. يعني اللي بيعيشوا من التجاره من الخدمات هيك يجربوا يهونوا عليهم شوي. ولكن يعني يفتحوا جزئيا، مش مثل ما هل المرأة ولا انه انفتاح كلي. يعني كيف عملوا مفرد مجوز؟ يخلوا مصالح تفتح ايام وتسكر ايام، انه هيك بصير نعمل هيك شويه توازن، تجار عم يتبادلوا الخدمات لما يكون في خنقه اقتصاديه اكبر. طيب إذا مش سياسي ولكن الوضع اللي عم نعيشه اليوم، غير قصة الأزمة الاقتصادية واللي اجت فجأة من سنة لهلأ، هيدي السنة كيف توصفها؟ يعني من سنة تقريبا لهلأ على قد 12 شهر، كيف بتحس اللبنانيين لازم يقيموا هذه الفترة اللي مرقت عليهم؟ حضرتك يعني عيشت فترات صعبة من مرحلة حرب إلى مرحلة مشاكل كثيرة، فينا اليوم نقول تشبه المراحل السابقة أم مرحلة سبيسيال بكل شيء؟ نحن هلأ مشكلتنا الكبرى الحكومة.
بصراحة ناطرينا. طيب أنا بتواضع بنظرة فنان، نعم، يعني قائد فرقة موسيقية وعندي شي 50 عضو وبدي أنصحهم، رح أحكي رأيي فني. الاستشارات يختاروا من خريجي الجامعات طلاب، 10 من هالحزب، 10 من هالحزب، 10 من هالحزب، 10، يصير في عندهم لنقول 100 طالب بيمثلوا كل الطوائف والاحزاب. هودي ينعرض عليهم اسماء خبراء، مين شاطر بالاقتصاد يصير وزير اقتصاد، مين شاطر بالزراعة، وهن يصوتوا بدل البرلمان ما يروح على اليونسكو، يروحوا هودي 100 طالب وهن يختاروا ذوي الاختصاصات. هودي لقلك شغلة، الطلاب ما عندهم الذهاء السياسي، عندهم البراءة. صحيح هن تابعين لحزب ولكن ما عندهم هالتعصب الحزبي يلي بيضربوا لكثير لقدام ولا ما بعرف شو، وبدهم مكاسب. بفتكر تنحل. بيكون قولك احرار بقرارهم ولا موجهين؟ لا لا، من يلي عندهم ذهاء. بيكونوا احرار. لقلك ليش؟ لانه بيجمعهم شيء واحد. لما كلهم يكونوا بيجمعهم دراسه، وانا بكره بدي اتخرج واشتغل وطلع مصاري، كيف بدي اعمل؟ هاي هالتقيد بالمستقبل يمكن يمنع عنهم انه يكونوا متعصبين ويكونوا متزمتين ويكونوا هلا اكيد رح يكون لهم راي يرضي الفرقاء هذيك، ولكن بالتصويت بفتكر بيقدروا يوصلوا لحل. انا بلاقي هاي احلى شيء. يعني يكون الطلاب 100 محل مجلس النواب، يعني 128 اذا بدك، يعني محل عدد مجلس النواب، وهن ياخذوا الدور. انا ما راح اقول لك انه شو عملوا لنا النواب، لا، انا ماني يعني مهاجم للنواب، ولكن انا عم اقول اعطوا فرصه. يعني يلي نزلوا عم يثوروا بالاول الثوره كانت كثير منطقيه، بس بعدين اختلط الحامل بالنابل. أنا بقول على شاكلة 17 تشرين يجتمعوا شباب من كل الطوائف، طلاب، وهن يختاروا الحكومة، وخليها أول مرة تكون بالتاريخ، يكون سعد الحريري هو رئيس الحكومة. كيف تزبط هاي؟ رئيس الحكومة يكون لا كمان يختاروا رئيس الحكومة. هيك سألتيه علي. أنا عم أقول هلأ في رئيس حكومة أخذ الضوء الأخضر. قصدك أنه رئيس المكلف ما غير طالما عم بيعمل استشارات، يكونوا هن عم بيعطوا الاستشارات لاختيار الوزراء. ما رح أقول لك شغلة. فهمت عليك. بالحالة هيدي حتى سعد الحريري ما رح يقدر يتدخل. يعني بتنقية الوزراء. أبداً. مثل ما هلا صاير بتنقية الوزراء بدل ما يرجع للاحزاب وللقوى السياسيه يرجع للطلاب. يرجع للطلاب، صدقيني بنحل المشكله، لانه في عندنا طلاب بيطلعوا بيحكوا على التلفزيون من الشارع، بتقولي هيدا مخرج منين؟ ملم. قد ما عندهم منطق وعندهم رؤيه حلوه يستعينوا فيها. ليه اللبناني بدنا نتركه يسافر ويفلح برا ويخترع برا ويغنى برا؟ ليه ما بيغنى من بلاده؟ ليه ما بيختار رؤسائه هو وزرائه؟ عندك امل بعوده الثوره الحقيقيه للمطالبه بكل الحقوق اللي عم تحكي عنها، انه طلابنا واعيين وشبابنا عارفين؟ غلط الثوره كان شيء واحد برايي. اللي هو
لازم يكون في مجلس ثورة قيادي يعني. انتوا ثوار منصور، انتوا ثوار من طرابلس، انتوا من بيروت، انتوا هو اوكي، من كل منطقة يختاروا حدا يمثلهم. لما مرة طلب رئيس الجمهورية يجتمع بعشرة انه يجتمع بحدا يناقشوا، ما لقوا حدا، صاروا كلهم بدهم يروحوا يعني ثورة يعني محقة، ولكن كان بدها تنظيم، يكون في مجلس يمثلهم، ان شاء الله يكونوا 20 واحد 15 واحد بس، ينقلوا افكار العالم وما يعزمون ينزلوا، لانه اليوم كمان الكورونا عدو اللي بده ينزل يتظاهر ويمكن يفتك بالمجموعات اللي اكيد يعني نحن حاكمتنا ظروف اقتصاديه كورونيه ما بعرف شو، انه لو نوجد مجلس ثوره يتفاهم معه كان ممكن يصير في اخذ وعطاء. وهيدا اللي كان عم بيدعي له رئيس الجمهوريه تيكون في مجموعه، مع مين واحد بيحكي؟ مع العدد الكبير اللي كان موجود بالشارع، دعوتك بمحله ويمكن تتنظم الامور اكثر. اذا بفتره يعني الانتفاضه اللي صارت، الثوره اللي صارت وانطفاء، اذا بدك تعمل لهم غنيه لحثهم، بتتشجع تكتب كلمات؟ بشو بتفكر الموضوع يكون لحث يعني هؤلاء الشباب للعوده، ولكن بطريقه منظمه محقه بتهدف لوضع الاصبع على الجرح وليس هيك كب شعارات بتاذي اكثر ما بتفيد؟ بدها ثورة. بدها ثورة. يعني اليوم إذا بتطلعي ما حدا راضي، ما حدا مبسوط. تمشي بالشارع بتلاقي الناس زعلانة، بتفوت على السوبر ماركت بتصرخ من الأسعار، إنه في وضع منه مظبوط. ولكن في بدها تتحقق هالثورة، الثورات بأيام كاسترو وشي فيفارا وما بعرف شو صارت بالحرب، بس نحن بالسلام فينا نوصل لثورة تتحقق؟ هيدا السؤال. يعني لأنه لقلك ليه، نحن كل واحد قاعد على جمر من نار، ما في حدا قوي ما في حدا ضعيف. إذا علقت شرارة وصارت رصاصة وحدة، الضعيف يلي هو ضعيف رح تجي دولة عظمى تفوت على لبنان تساعده، هيدا الخطر. فما في بلبنان هلا تقولي إنه هيدا قوي هيدا ضعيف هيدا، ما في هيك. نحن إذا علقنا مع بعضنا رح تفوت الدول الكبرى على لبنان والتجربة يتخانقوا عنا، الخلافات برا راح نجيبها لهون. فلذلك انا بقول نلحق العقل، نلحق الطلاب، هن بيقرروا مصيرنا، نحن كبرنا. الطلاب عندهم نظره، بيشوفوا لبنان غير، هن راح يشتروا بيوت. هلا ما معهم يشتروا بيوت، اذا تجوزوا ما معهم 200,000 دولار يشتروا بيت. فهن يقرروا مين الحكومة يلي بدها تخليهم يشتروا بيت، هيدا حقهم. بالنسبة للي صار امبارح بمجلس النواب، القرار اللي صدر، أنا ما بتابع شيء تدقيق الجنائي بالتأكيد. أنا ما بتابع ولا شيء، ولا مسألة التدقيق الجنائي ولا يحكي عن ولا محاسبة ولا ليه شيء. ليش ما بتتابع؟ أم ما بتحب تحكي بهذه المواضيع حتى نكون صدقيني نحن عشنا الحرب اللبنانية. أنا بنيت اسمي، أعطيت إشارة هلا أنه ممكن أنا نرجع لهيدي، أنا بنيت اسمي بالحرب اللبنانية، عملت يا نبع المحبة أول غنية أنا ومروان كرم الله يرحمه. أنا بي شيعي، أمي سنية، مرتي كاثوليك صحيح،
ما بكره حدا. نموذج لبناني بكثير. ما بكره حدا. حتى اني خلقت بالضاحيه، ولكن بيي كان عنده تجاره بالعراق، فرحنا قعدنا بالعراق فتره انا وطفل، وبتذكر من انه كنت احكي عراقي، وكنا نشوف واحد سكران نركض وراه نصير نقول سكران بالك عنا فلوس العرق مو منه، يعني واحد سكران شربين مش على حسابه. فهي بتذكرها من العراق، قعدنا شي 3 سنين وجينا لهون، جينا على لبنان بعدين، وفت على المدارس واصحابي كلهم من كل الطوائف. فانا بالحرب اللبنانيه عملت اسمي وعملت اغاني، لحنت لماجده، لحنت لراغب وغيرهم. وبعدين كان في مال، كان في مال في لبنان. صح. هلا ما في. يعني ظروف اليوم ما بتشبه ابدا، حتى باصعب ظروف الحرب اللي كنا يعني عايش. معقوله انه بايام الحرب كان في مصاري من العالم تشتغل وكله، ولا حدا حس بالدولار؟ انه هلا نحن ايام سلم مش عم نقدر نتفاهم، مش عم نقدر نخلص حالنا. بتزعل خاصة يعني إذا بدك تعمل، بتحير إنه شو ما يتصرف الواحد، كأنه الكرة ما عادت بإيدنا. نحن كأنه الكرة ما عادت بإيدنا، يعني مرات بتفكري وعيب هيدا إنه نفكر تيجي دولة تنتدب علينا، ليه؟ قاصر نحن صرنا؟ خلينا نلاقي حل. هون عم بتوجه رسالة كمان وطنية للبنانيين بأنهم يتحدوا ما يطلعوا لبرا. إيه ما يطلعوا لبرا، نحن ما بدنا حدا من برا يجي إلا مثل ماكرون من حنيته على لبنان، لأنه نحن بنقول أمنا الحنون فرنسا. فرنسا. فهو فرنكوفونيا إجا وعذب حاله، كثر الله خيره، ولكن هلا عم يقول دبروا حالكم، انه ما بيقدر يعطي اكثر من هيك لنا. هلا نحن صارت بايدنا القصه، نحن لازم نخلص حالنا ونطلع على مصلحتنا، ما حدا بيعرف مصلحتنا اكثر من نفسنا. بتآمن انه رح نوصل لنهار يرجع لبنان مثل ما اللبنانيه بحبوه؟ بآمن. هيدا البلد الموزاييك يمكن حضرتك نموذج بتجسده مثل ما قلت لي، التناغم الطائفي من دون طائفيه داخل عائله واحده. بتآمن انه لبنان رح يحافظ على هالتعدديه من دون هيمنه الطرف على اخر، ونعيش كلنا كلبنانيين فقط لغير؟ انا بقول لك لبنان تحدي للعالم، اقوى دولتين وثقافيا ايرلندا الشماليه وانجلترا عملوا حرب بين بعضهم، بروتستانت وكاثوليك، حرب ومتفجرات وهن حضاره. نحن مش مثل حضارتهم، ولكن نحن اذكى منهم. نحن عندنا طوائف اكثر وقادرين نروح على الشارع ونشتغل والعاشر بعضنا. هذا تحدي. هيدا غنى هيدا أم لازم أصعب أنه في هيك؟ لازم نستغله. هيدا هيدا رأس مال الله عطانا إياه. لازم نعرف قيمته. أنه أنا مسيحي، جاري مسلم، بنزل بقول له صباح الخير، بيقول لي صباح النور، وبنمشي. عرفتي؟ لا بكرهه ولا بيكرهني. طب ليه ما متفق أنا وياك انه نعمل حل، نكون مع بعض بسلام؟ ما عم نوصل للدولة المدنية بكل درجاتها؟ لازم نوصل، لازم نوصل كخطوة ثانية، ولكن خطوة أولى انه تولد هالحكومة ويكون فيها اختصاصيين، ترضى علينا الدول المانحة يلي بدهم يساعدونا، وما نعمل يعني اغلاط اكثر من هيك، لانه ما بقى يحمل لبنان اغلاط. ما بقى في شيء ما نغلط فيه ونجرب بالنهايه، حتى مثل ما قلت يمكن باصعب الظروف بالحرب كان في مال،
اليوم نعم. حتى المال مش موجود، سرق اذا فينا نقول. صح. هون كنت مشان هيك عم بسالك عن التدقيق الجنائي لنعرف مين يلي سرق لنا مصرياتنا. هي ليكي حبه مسبحه، اسم واحد تفرض كل المسبحه. اذا اسم واحد ان كان انفجار المرفأ او المال المسروق حب مسبحه، اسم واحد ينعرف بتكر كل اللي بينعرف كل المنظومه الفاسده. فلذلك السؤال والجائزه الكبرى، مين راح يكون الحبه الاولى بهالمسبحه؟ مهم نقول بس تجي المسبحة برجع تستضيفيني. بنحكي عن هالموضوع على سيرة المسبحة ولكن بإطار تاني، مسبحة الصلاة إذا فينا نقول. عندك تجربة لافتة بحب تحكينا عنها، يعني عملت عمل للقديس شربل سنة الماضية، يعني شفيت من ظروف صعبه صحيه كنت صح. مارق فيها والحمد لله قطعت على خير. خبرنا عن هذا العمل الروحاني. هاي من شي ثلاث سنين صحيح. اربع سنين انه انا كان عندي نوع من الورم هيك، ورحت شخصته وبعثوا وعملوا وساووا، طلع انه حرمين هالشيء. فانا قبل ما تطلع النتيجة رحت زرت مار شربل، وهي مش أول مرة، نحن دائما بنروح، ولكن هالمرة قصدت وفتت وصليت قريت الفاتحة جوا، ورجعت قلت إنه أنت ولي من أولياء الله، لأنه اللي الله بيرضى عليه هو الله فوقنا كلنا. واكيد اللي حقق معجزات معناته الله موليه انه يحقق معجزات. فترجيته انه هل ابعد عني شر المرض، وهيك صار. ولما بعد بيومين قالوا لي الدكاتره انه الحمد لله ما في شيء، هيدا ورم حميد وما بيشكل خطر، والحمد لله. الله يطول بعمرك وتكون اهلا وسهلا فيك بصحه جيده وكامل اكيد النشاط. استاذ احسان، وقت عملنا ترتيله وغنيها رواد خليل. وينك يا قديس؟ ليش وينك يا قديس؟ اليوم لازم نقول هيك برايك للقديس شربل اللي حط عينه على هالوطن بالظروف الصعبه؟ طبعا. كمان قلت له للشاعر كمان رموز حط لي هالكلمه، انه انا لما رحت على المعبد ما سالت لي شو ديني. وهيك بتشوفي انه هون الايمان لا ما له حدود. انا بقول الانسان الحقيقي يلي ايمانه بيتخطى دينه، هو بيروح لدين الاخر بيحترمه. القديسه تيريزا اللي عاشت وماتت بالدول الافريقيه، الام تيريزا، الام تيريزا كانت مع البوذيين. يعني هي احترمت الديانات، احترمت ما هن يعتقدونه. كان دين المحبة. يعني بكفي أن المحبة لأنه هي رسالتها وصارت قديسة مهمة. فأنا بقول يعني الإنسان ممكن أنه يرتقي إلى درجات إذا بيشيل العنف، إذا بيشيل الكراهية، إذا بيشيل الغيرة. أنا ما لازم غار أنه جاري أغنى مني، لا، الله رزقه. بنقول ما بنقول انه يا ريتني
بدي فرق شو لاخذ محله بس للاسف ما هيك او اجتهد واشتغل توصل بالنهايه عمول مثله توصل بس للاسف يعني هيدا يعني المثاليات اللي كلنا بنطمح نوصلها يمكن بتعم السلام والمحبه بين الناس بس الشر موجود والناس كمان في الصفتين بالنهايه كلامك اكثر من رائع استاذ وجملك الموسيقية رائعة وجملك الكلامية أروع وأنا تشرفت بحضورك معي بهالحلقة إن شاء الله كنا عد المسؤولية بحوارك أستاذ كبير بالفن والثقافة وهيك على الأصالة خليني أقول بعد هذا الكلام الرائع والرسالة اللي وصلت بعتقد أنه وصلت لشباب لبنان يحبوا بعضهم يتكتفوا يقدروا يعمروا لبنان من جديد إن شاء الله يا رب الكلمة الأخيرة لألك قبل ما نودع المشاهدين أنا بقول أي عمل إنسان يعمله يعمله بضمير نعم إذا كتب كلمة يكتبها بضمير إنه هالكلمة لازم تكون قيمة لتبقى إذا لحن لحن لازم يراجع نفسه ويلحن بطريقة إنه ما يقول هاي بتشبه او انا اخذها من كذا انه لازم يشتغل بضميره بكل شيء اذا كان مهندس لازم يعمر بطريقه انه لو اجت هزه ما توقع البناية. لو شو ما كان مجاله الانسان اذا اشتغل بضمير بيساعد خيو الانسان انه يعيش اكثر وللسياسيين بلبنان شو بتقول لهم؟ روقوا بس تنحل اولاد بالهدوء روقوا يعني ما في حزب عادة حزب الا بعد مندي رجعوا اتفقوا وهيك عم بيصير يعني ما عداء مستمر لا يمكن يبقى لا يمكن انا ما بامن فيه العداء المستمر لانه يوم من الايام رح تجمعكم الظروف فلشو الدم روح بلايكم؟ 58 في حزبين كانوا عم يقوزوا على بعض بعدين مرقت السنين صاروا بالمثريس مع بعض فاليوم السياسة هي أهواء هي تدخل دول من برا متأثر علينا بتمنى إنه يعني نظل جوا إن شاء الله نضلنا داخل لبنان ويكون قرارنا داخلي من دون أي تدخلات أصلاً مش هم إلا مصالح شخصية شكراً لك المايسترو أحسان المنذر أهلا وسهلا فيك مرة جديدة وإلى حلقات مقبلة إن شاء الله بتكون الصورة أجمل ونحكي عن أمور حلوة مستقبل أفضل لوطننا لبنان شكراً لإستضافتكم أهلا وسهلا فيك مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج رح نبقى سوا على أمل اللقاء بحلقات مقبلة